الصور الجميلة مش بس للناس اللي خرجت، وإنما برضو الصور الجميلة الموجودة في مصر واللي بتميزنا كمصريين. حاجات كتير انتشرت على السوشيال ميديا. الحكومة بتقوم بدور، ولكن برضو إحنا كمجتمع مدني أو كناس عادية برضو علينا دور. هنشوف مجموعة من الأمثلة والنماذج اللي انتشرت خلال الساعات اللي فاتت على وسائل التواصل الاجتماعي. من بينها مثلا حضراتكم بتشوفوا منظر كانت فيه صورة للناس متزحمة على مكان الاي تي ام أو الصراف الآلي الخاص بالبنوك. فطلع مجموعة من الشباب زي ما حضراتكم كده شايفين في دمنهور، قعدوا سهرانين طول الليل امبارح بالليل، وقفوا بنفسهم عملوا زي علامات في الارض ما بين كل واحد وواحد متر، عشان لما يجي يقف في الطابور مستني دوره عشان يدخل يسحب المرتب ولا يسحب فلوس من مكنه الاي تي ام، يبقى عامل حسابه انه يقف على العلامه اللي الشباب دول حاطينها على الارض ويكون ما بينهم متر. شيء جميل جدا، بنحيي هؤلاء الشباب في دمنهور. صور تانية جميلة نروح لإسكندرية، لقطة جميلة جدا جدا، شباب اسكندراني جابوا عربية زي ما حضراتكم شايفين كده، حطوا عليها سائل للتنظيف الخاص بالإيدين، وقفوا على كورنيش اسكندرية زي ما انتم شايفين. في تطوع منهم جميل جدا، اللي معدي غسلت إيدك؟ لا ما غسلتش، طب تعالى خش اغسل إيدك. لقطة جميلة جدا ومبادرة جميلة برضو من شباب اسكندرية، اليوم كل التحية وكل التقدير، وهو ده المعدن المصري الأصيل. وقت الأزمات بتلاقي الناس واقفة جنب بعضها وبتتصرف بمنتهى الجدعنة ومنتهى الشهامة. تعالوا نشوف بقى لقطة تانية، لقطة رائعة جدا. الأستاذ سامح شكر الله، راجل مسيحي مصري أصيل، ما اكتفاش بس ان هو يروح يعقب الكنائس الموجودة في شرم الشيخ، وإنما كمان نزل على المساجد زي ما حضراتكم كده شايفين في شرم الشيخ، وقعد يعقب في المساجد زي ما عقب الكنائس هناك في هذه المدينة الساحلية الجميلة. ولقطة الحقيقة بتدل على إن إحنا واحد في الأفراح في الأوقات الصعبة، كلنا مع بعض وكلنا واقفين جنب بعض وواقفين في ظهر بعض، وهي دي المبادرات الشعبية الجميلة. بنوجه التحية للأستاذ سامح شكر الله، بنوجه التحية لشباب اسكندرية، بنوجه التحية كمان لشباب دمنهور في المبادرة اللي هم عاملينها بتاعت طوابير الاي تي ام بين كل واحد والتاني متر، وكل الشباب. الحقيقة مبادرات كتير جدا موجودة، حاولنا إن احنا يعني نجمع بعضها في تقرير عشان كلنا نقول لهم شكرا على الدور اللي انتوا بتعملوه. جهود كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة للتصدي لوباء كورونا. بنها بمحافظة القليوبية كانت حاضرة في تلك الجهود. عدسات كاميرا من مصر التقطت تطهير الأجهزة الأمنية، الشوارع الرئيسية والمنشآت الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين. هذه الجهود كانت البداية إلى إطلاق العديد من المبادرات الميدانية، كمبادرة هنعقم بنها مجانا التي أطلقها مجموعة من الشباب ببنها بجهودهم الذاتية، يتنقلون بين المحال والمطاعم والمقاهي والشوارع، يطهرون ويعقمون الأسطح بأدوات بسيطة للحد من تفشي فيروس كورونا. احنا بنعقم أي مكان في تجمع، عقمنا المساجد كلها، عقمنا الكنايس، عقمنا موقف الرملة بالعربيات، عقمنا شوية كافيهات اللي هي على الطريق. جمعنا على الفكرة إن احنا نقوم بنفسنا ونشوف حتى بأقل الإمكانيات أو بأقل الإمكانيات إن احنا نعقم بلدنا. أدواتهم آلات رش حديثة وزجاجات صغيرة بداخلها الكلور المخفف بالماء، عناصر تعقيم بسيطة في مبادرة يسعون لأن يصبح كل سطح وشارع في بلدهم آمن من كورونا. التوعية أهم حاجة في الحملة أصلا بتاعتنا، إن احنا نوعي الناس، لأن هي الناس لازم تدرك حاجة زي كده. لو الشعب يدرك حاجة زي كده أو البلد تدرك حاجة زي كده، يعني عرفت حاجة زي كده خلاص، يعني الموضوع هينتهي، هو مسألة وقت إن شاء الله، بس الناس تدرك حاجة زي كده. بنحاول نوعي الناس بشكل جيد جدا، إن احنا نخليهم مثلا التجمعات بتاعتهم تبقى أقل. خلال جولات التعقيم يلتقي الشباب أهليهم في شوارع بنها، ولرفع الوعي العام يتحدث الشباب معهم عن إرشادات السلامة وطرق الوقاية من كورونا. هذه المبادرة هي واحدة من التحركات التي أطلقها أبناء الشعب المصري بالتوازي مع خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في صورة من أبهى صور التكامل بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة للتصدي لأي خطر تتعرض له البلاد. من مصر، محمد خالد.